حصباء من الأرض ورماها في وجه جيش المسلمين، وصلى الصحابة خلفه جلوس، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. في منطقة مسجد المستراح يقال إنه مسجد المستراح أو مسجد بنو حارثة هو أحد المواضع اللي تغيرت فيها القبلة أثناء الصلاة. يا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافية، ومكملين إن شاء الله في سلسلة جميلة جدا في القناة المساجد الذي صلى فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي انتظارنا الشيخ محمد الريس عن مسجد الذي استراح النبي صلى الله عليه وسلم فيه. خلوكم معنا مع المعلومات الجميلة مع الشيخ محمد الريس. يا مرحب يا أهلا، الله يحييكم. حياك الله، تأخرنا عليكم. لا ما في مشكلة، الله يسعدك ويعطيك العافية على شيخنا. يا مرحب، المفروض ننزل لك. الله يسعدك ويعطيك العافية. لا وسهلا. الناس مقامات، الله يكرم. لا ما في لا مقامات ولا شيء. مقامات هذه المقامات الصوتية. الله يسعدك ويعطيك العافية. يا مرحبا، ما شاء الله. موضوعنا اليوم عن ان شاء الله حيكون عن مسجد بنو حارثة. تمام، مسجد بنو حارثة هذا ايضا من محطات غزوة احد، لعله نعتبره محطة اخيرة، لانه هذا المسجد اسمه مسجد المستراح. تسمية مسجد المستراح هذه تسمية مستحدثة ومأخوذة من استراحة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، فلذلك سمي بمسجد المستراح. طيب ندخل جوا داخل المسجد نشوف، ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو مكان استراحة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. نعم صحيح. طيب نحن الآن طبعا في ديار بنو حارثة من الصحابة الأنصار من الأوس، كانوا ساكنين في هذه المنطقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في طريق الذهاب وفي طريق العودة يعني سلك هذا الطريق. الآن حندخل للداخل. ما شاء الله، لو تلاحظوا المسجد محدث مجدد في عهد الملك فهد أيام التوسعة، توسعة الحرمين الشريفين، اللي حصل أنه أيضا توسعت عديد من المساجد في المدينة المنورة، منها المساجد المرتبطة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من منطقة الدرع اتخذ دليلا من بني حارثة من سكان هذه المنطقة ليكون مرشدا لهم ودليلا لهم إلى ساحة المعركة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أوصلنا إلى ساحة المعركة بحيث لا يرانا المشركين. تمام، فهذا الدليل دخل بهم حائطا من حوائط أحد المنافقين من بني حارثة اسمه مربع بن قيظي. هذا مربع بن قيظي كان ضريرا وكان منافقا وكان كبيرا في السن، يعني جمع بين خصال السوء كلها. هذا المنافق لما أحس بصوت جيش المسلمين دخل حائطه، الحائط المقصود به البستان المحاط. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحائط أحس بهم، سمع صوتهم، فإيش سوى هذا الرجل؟ أخذ حصباء من الأرض ورماها في وجه جيش المسلمين في مقدمتهم في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني الصحابة غضبوا، قاموا يريدون ضرب هذا الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعهم. حتى أن هذا المنافق إيش قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له إن كنت رسول الله فلا أبيح لك الدخول في حائطي. فقام الصحابة يريدون ضرب هذا الرجل. هو حارثي أيضا، لأنه هو يعني قال كلمة قوية يعني باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام وفي وجه النبي عليه الصلاة والسلام، غير كذا رمى في وجهه الحصباء، فلذلك قام الصحابة يريدون قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعهم، قال دعوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. فهذا الحدث وقع بالقرب من هذه المنطقة، بالقرب من مسجد المستراح، ولا نستطيع تحديد العين. تمام، فهذه من ضمن الأحداث اللي وقعت. وسمعنا أنه كان هو كان صاحب مزرعة. نعم. بستان. والبستان نعم. كان ما بين مسجد المستراح وساحة المعركة تقريبا، يعني خلينا نقول ساحة المعركة. جميل. طيب أيضا من الأمور اللي وقعت في هذه المنطقة، في منطقة مسجد المستراح، يقال أنه مسجد المستراح أو مسجد بنو حارثة هو أحد المواضع اللي تغيرت فيها القبلة أثناء الصلاة. تمام، وتأخر ذلك لأنه ما وصلتهم الأخبار في أنه تغيرت القبلة، لكن ما عندنا يعني دليل خلينا نقول صحيح 100%. الدليل الوارد اللي عندنا دليل ضعيف، لكنه يبقى أثر يؤخذ به لأنه هو من باب الأخبار، يعني لا يترتب عليه حكم شرعي. في نهاية غزوة أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام مثقل بالجراحات، لأنه أصيب، ضربوا عمر بن قمئة،
ودخلت حلقات المغفر في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. أوذي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يؤذ النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أوذي في هذه الغزوة، فلذلك كان مثقل بالجراحات، حتى أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة في شعب الجرار وطببت النبي عليه الصلاة والسلام، حرقت الحصير على جبهة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في نهاية الغزوة كان متعب لدرجة أنه صلى في مسجد اسمه مسجد الفسح، صلى فيه جالسا من أثر الجراحات. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أحد المواضع جالس من أثر الجراحات، وصلى الصحابة خلفه جلوس، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد نهاية الغزوة، بعد ما انتهت الغزوة، قفل راجعا إلى المدينة، وهو راجع إلى المدينة مر بديار بنو حارثة اللي هي المنطقة اللي نحن الآن متواجدين فيها، واستراح في هذا المكان، تمام، وصلى أيضا في هذا الموضع، تمام. فمن هنا أتت التسمية مسجد المستراح نسبة لاستراحة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان في ديار بنو حارثة. بعد ذلك مين اللي جاء وبنى هذا المسجد أول بناء؟ هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الباني الأول للمساجد النبوية في المدينة المنورة. ولو تلاحظوا ما شاء الله المسجد مبني على الطراز، خلينا نقول الحديث، وجزء منه يعني في الطوب الأحمر اللي في الأعلى ما شاء الله، أيضا طراز يعتبر نوعا ما قديم. هذا البناء جدد في عهد الملك فهد في مرحلة توسعة الحرمين الشريفين الكبرى، أيضا وسعت عديد من المساجد، منها مسجد قباء، منها مسجد القبلتين، عديد من مساجد المدينة من ضمنها هذا المسجد اللي هو مسجد المستراح. طيب يا أخوان الله يسعدكم، تنتهي جولتنا هنا في مسجد المستراح، المسجد الذي استراح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، ونشوفكم في الحلقات القادمة يا أخوان، وأعطونا رأيكم في التعليقات. سلام سلام. بطولة قصة تطول، بحر على موجه هطول، فما عسى